السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. كنت عايز حضرتك بس تعلمنا ما هو أحب الطعام إلى رسول الله والشراب. أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما أحب الطعام يعني بهذه الصفة ما يحضرني نص صريح. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، وكان كطعام يحب من الشاة الكتف، يحب من الشاة الكتف عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، ما أستطيع أقول أحب الطعام إلى رسول الله. وفي الحديث عن رسول الله كما تقول لغة شريفة، حديث عائشة: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك.